ثانيا تحديد الدالة المشتقة. لدينا F قابل الاشتقاق في المجال موانز ان مفتوح، فما شباب قابل الاشتقاق في موانز ان ناخدو وليكن إكس، إكس ينتمي إلى المجال ناقص واحد واحد باستثناء الزيرو، مفهوم؟ حيت الزيرو هنا مشينا درسنا فيه الاشتقاق، يعني كاين واحد الماس تما في هاديك النقطة بالضبط، مفهوم؟ دونك شناهي إف بريم دو إكس؟ شناهي إف بعدا؟ إف راه هي أركسي إكس أركسينيس ديال، المهم نكتبوها هنا باش من يا اكس لارك سينيس ديال الراسين ديال ان موا اكس كاري، مفهوم؟ كيف ما كنعرفو دابا جداء ديال الدالتين اكس و لارك سينيس، اش كندير؟ كندير بريم ديال اف الاولى مضروبة في جي اللي زائد اف فوا جي بريم، الاشتقاق ديال اكس هو واحد، يعني كنخلي غير تبقى لي غير لارك سينوس ديال الراسين ديال ان موا اكس كاري زائد كنخلي اكس وكنضرب في البريم ديال الاركسينيس. المشتقه ديال الاركسينيس شنو هي؟ المشتقه ديال الاركسينيس ديال اكس اش كتساوي ليا؟ هي واحد على الراسين ديال واحد ناقص اكس كار، مفهوم؟ هادي راه ما درناهاش في الفيديوهات اللي فايتين، ولكن معليش هادي مشتقه كتساوي ليا هادشي، المشتقه ديال الاركسينيس دو اكس. دونك المشتقه ديال عندي هنايا اركسينيس ديال واحد الداله، يعني مركب دالتين، وكيف ما كنعرفوا بان المركب ديال دالتين اف ديال جي اللي درت ليها بريم اش كندير؟ هي جي بريم فوا اف بريم ديال جي، مفهوم؟ غنجي نحسب لي لداخل اللي هو الراسين، الراسين دو ان موا اكس كاري، عندي ليه الاشتقاق ديالو، الاشتقاق ديال هذا الشيء اللي لداخل شنو هو؟ عندي انا هي ان موا اكس كاري، الراسين ديال ان موا اكس كاري عندي ليها بريم المشتقة ديالها، غادي نزيد اف بريم، اف بريم هي الاركسينيس، الاركسينيس كيف ما عرفنا بان هي واحد على الراسين ديال اش ديال واحد ناقص اكس كاري، و اكس كاري عندنا شنو هي؟ هي الراسين ديال ان موا اكس كاري، يعني الراسين ديال ان موا اكس كاري، مفهوم الشباب؟ دونك عطيني هي الاركسينيس ديال جذر مربع واحد ناقص اكس مربع زائد اكس مضروبة الاشتقاق المشتقة ديال هادي، عندي هنايا جذر مربع هي لا بويسونس ان دومي، كيف ما شفنا من قبل كنردها على لا بويسونس باش نسهل عليا المسألة، ثاني هي المهم ان دومي، مثلا المشتقة غينزل ليا ان دومي كفاكتور مضروبة في ان موا اكس كاري على بويسونس ان دومي، كنقص واحد من البويسونس يعني تولي موان زان دومي، ونضرب في المشتقة ديال الداخل، المشتقة الداخلانية شحال هي؟ هي موان دو، ان يساوي زيرو، اكس كاري هي هي دو زيكس مع الموان تولي موان دو زيكس، موان دو زيكس بطبيعة الحال، مفهوم الشباب؟ وهادي شنا هي؟ هي دابا الفوق يبقى لي ناقص جوج اكس سيغ دو فوا الراسين ديال ان موا اكس كاري، حيتاش موان زان دومي غتنزل ليا على تنزل ليا المقام، دونك هادي هي المشتقة ديالها، مفهوم الشباب؟ غتعطيني ناقص دوز اكس على جوج الراسين ديال ان موا اكس كاري، فهم؟ دونك مضروبة اكس مضروبة في ناقص جوج اكس، يعني تولي ليا ناقص دو زيكس كاري على غتنزل ليا دو زي دو الراسين ديال ان موا اكس كاري، تنزل ليا لتحت دو الراسين ديال ان موا اكس كاري مضروبة فاش؟ في ان موا غاسين ديال ان موا اكس كاري، مفهوم الشباب؟ دونك هنا راه عندي واحد الاكس كاري، كيف ما قلنا بان الاركسينيس بريم كتساوي واحد على الراسين ديال واحد ناقص اكس كاري، هاد كاري هادي راه كاينه هنا، يعني راه واحد ناقص اكس لو تو كاري، ماشي هادي اللي في الداخل يعني مربع، مفهوم الشباب؟ ملي غندير ليها المربع غيعطي لا فالور ابسولي زيرو، وباش
ندرسها نشوفها كيفاش. غادي نجي نحسب، كنعرف بأن إكس محصور ما بين ناقص واحد وواحد، إكس أو كاري محصورة ما بين يعني إكس أو كاري انفيريور أ أن، إكس كاري انفيريور أ أن، دونك موا إكس كاري سوبيريور إيكال أ أن. غنزيد واحد هنا، يعني أ موا إكس كاري سوبيريور ستريكت انفيريور إيكال أ زيرو، سوبيريور إيكال أ زيرو، مفهوم؟ دونك إلا حيدت لا فالور أبسولي غادي نلقاها بأنها أكبر أو يساوي صفر، يعني غير يمكن لي نحيد لا فالور أبسولي، ما عندي حتى شي إشكال، مفهوم؟ نكملوا المشتقة ديالنا. دونك عندي غتبقى لي هي لارك سينيس ديال لو راسين دو ان موا اكس كاري بلس دو، غادي تختزل لي مع دو، دونك صافي كو موا اكس كاري دونك سيغ لو راسين فوا، يعني غيمكن لي ندير جذر موحد ونضرب ان موا اكس كاري نضربها في هاد لي دو، دونك غتبقى لي غتولي لي هي ان موا اكس كاري موا، غتبقى لي هنا ان موا اكس كاري، وغادي نضربها في ان موا اكس كاري غتولي ان موا اكس كاري او كاري، مفهوم الشباب؟ دونك غنحسب هاد الشي اللي كاين لتحت، غنحسبو في الجنب باش ما نزيد نخدمو في الوسخ، غتولي ليا هي ان موا اكس كاري، هادشي دابا اللي داخل الجدر غنحسبو، ناقص واحد ناقص اكس اس 4 زائد 2 اكس كاري، مفهوم؟ غتبقى ليا ناقص اكس اس 4 اكس او كاري 2 اكس كاري موان اكس كاري صافي بلس اكس كاري موان زان بلس ان، هادشي ليا مفهوم، هادشي اللي غيبقى ليا، يعني تبقى ليا ناقص اكس كاري زائد اكس كاري ناقص اكس اس 4 زائد اكس مربع، مفهوم؟ يعني يمكن لي نعمل باكس كاري، نعمل باكس كاري هنايا غتولي هي ناقص اكس مربع زائد واحد، مفهوم؟ نعمل باكس كاري ونخرجو من الراسين، مفهوم الشباب؟ دونك هي لارك سينيس ديال اش ديال جذر مربع ديال ان موان اكس كاري زائد واحد ناقص اكس كاري الفوق على، نخرج هاد الجذر، نخرج هاد الجذر ديال اكس مربع تولي هي لا فالور ابسولي ديال اكس، مفهوم؟ حيتاش معمل بها دابا، هادشي راه الجذر، راه الجذر الشباب ياك، شي كامل راه جذر مربع، هاد لابارتي هادي غير دابا خدمتها في الجنب باش نبينها شي شويه. دونك مربع يعني هي جذر مربع، جذر مربع وجذر مربع ديال اكس كاري اللي هي لا فالور ابسولي ديال اكس، ويبقى ليا جذر مربع ديال اش ديال ان موان اكس مربع. دونك الشباب هنا كاين واحد المشكل، ماشي مشكل ولكن كاين واحد فصل الحالات، يعني اف بريم كتعطيني هادشي حيتاش كنعرف بان اكس تنتمي الى المجال ناقص واحد واحد، مفهوم؟ وباستثناء مهم باستثناء زيرو، يعني كاين ما بين زيرو وواحد وما بين زيرو وناقص واحد، مفهوم الشباب؟ دونك هنا غادي خصني شويه ديال المسائل باش هاد لا فالور ابسولي نتخلص منها، باش نحيدها وباش نحيد هاد لا فالور ابسولي غندير فصل الحالات، يعني هاد اف بريم اش غيتساوي ليا، غندير الحاله اللي اكس ينتمي الى زيرو واحد، والحاله ديال اكس يساوي زيرو، والحاله ديال اكس ينتمي الى زيرو موانزا، مفهوم؟ يعني غندير على هاد الشكل هذا، في حاله اذا كان اكس ينتمي الى زيرو اكس ينتمي الى صفر واحد، يعني لا بارتي بوزيتيف، يعني اكس بوزيتيف، لا فالور ابسولي اش غيتساوي ليا، تعطيني اكس، مفهوم؟ تاش ديجا هاديك ديما كنعاودها في لي زيكزيرسيس، ان اكس لا فالور ابسولي اش كتساوي ليا، كتساوي ليا اكس الى كان اكس بوزيتيف كيساوي ليا ناقص اكس الى كان اكس نيجاتيف، مفهوم؟ دونك هنا ما عندي فيها حتى شي اشكال، تبقى هي لارك سينيس ديال جذر مربع ديال واحد ناقص اكس مربع، مفهوم الشباب؟ زائد هنا غيتخرج ليا، غيولي ناقص هنا، سمحوا ليا اي خرج ليا هنا اكس، اكس غيتختزل ليا مع اكس، غتبقى لي واحد اكس لفوق مع هاد الناقص، غتخرج على برا، يعني تولي ناقص
اكس على راسين ديال واحد ناقص اكس كاري. مفهوم الشباب؟ هذه في حالة اكس إذا كان ينتمي إلى صفر واحد. في حالة اكس يساوي لي زيرو، إذا كان اكس يساوي لي زيرو، هنا زيرو 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 يعني صافي أكتز لي واحد اكس مع اكس، ولا كانت سواء كانت ناقص سواء كانت زائد، يعني ما عنديش فيها إشكال. دونك هتمشي تختز لي اكس مع اكس، تتبقى لي هنا لتحت واحد والفوق زيرو. مفهوم؟ دونك هذه كاملة غتمشي ليا زيرو، وزيرو هنايا غيبقى ليا واحد، يعني راك سينيس ديال واحد اللي شنا هو اللي شفناه في الاشتقاق اللي كيساوي لي بي سيغ دو في حالة اكس يساوي ليا زيرو. والحالة الأخرى إذا كان اكس ينتمي إلى المجال ناقص واحد زيرو. مفهوم الشباب؟ دونك إذا كان اكس ينتمي انفيريور زيرو، كيف ما قلنا بأن لا فالور ابسولي كتساوي ليا ناقص واحد ناقص اكس، ملي غادي نحيد لا فالور ابسولي هنايا غتولي ليا ناقص اكس. مفهوم؟ ناقص مع الناقص فوق غتختز ليا الناقص مع الناقص، وغتختز ليا اكس مع اكس، غتبقى ليا واحد اكس الفوق. مفهوم؟ دونك هاد لابارتي الاولى ما عندي فيها حتى شي اشكال. دونك هي لارك سينوس دو ان موان اكس كاري بلوس اكس سور راسين دو ان موان اكس كاري. مفهوم الشباب؟ دونك انا الفوق يعني الموان، وهنا البلوس، يعني كاين تلاتة ديال الحالات فهم فهاد اف بريم. يعني مي غادي نجي انا نحسب يعني الرتابة ديال اف راه غتكون مفصلة في تلاتة ديال الحالات. مفهوم الشباب؟ ندوزو للسؤال الثالث ديال دراسة تغيرات الدالة اف بريم.